لكن مثل ما قلت بهذيك الحلقه السينكرونيزاسيون بين المريض والريسبيراتور كثير مهمه للاوكسجيناسيون. بالسيداسيون نحن اول شيء البروتوكول اللي بنستعمله بنعطي ميدازولام بروبوفول وفنتانيل. اون فوا المريض صار انتوبي دغري بنبلش نيورو ماسكولار بلوكرز ل 24 48 ساعه، خلالها بنجرب قد ما فينا ننزل بالاف يو 2 بسرعه. بنوقف باسرع وقت ممكن الباراليتيك ايجنتس وبنعتمد على السيداتيفز. وما تنسوا بنستعمل سيديشن فاكيشن تما نعبي المرضى كثير سيداتيفز توقت يجي وقت بدنا نعمل اكسبرسيون ما تاخذ القصه نهارين ثلاثه تيوعوا. هلا القصص اللي بدنا نتوقعها نسوء ايام زمان وقت كنا نقول الفيزيولوجيكال بي اتش 7.4 عند كل مرضى الكوفيد بنستعمل شيء اسمه بيرميسيف هايبركابنيا يلي بتسمح لنا ننزل بالبي اتش ل 7.15 بس انا اللي عم بعتمده 7.2 ل 7.25. ما تتوقعوا مثل ايام زمان ننزل بالاف اي او 2 لل 40% والساتيرومات يكون فوق ال 95. نحن بنبلش نفكر بالاكسوباسيون اذا وصلنا لل 50% وافضل اذا فينا لل 45%. وتنقدر نوصل لهالهدف ضروري نتفادى الاسنكرونيزاسيون مع الريسبيراتور. مشان هيك اول شيء بنوقف البروبوفول وبس نصير حاضرين نعطي انتيدوت للميدازولام وللفنتانيل. ومنشيل التوب اذا المريض ما كان ميوباتيك، بس اذا المريض كان عنده مايوباثي وي هاف تو كونسيدر تريكيوستومي. فاذا الاشياء اللي بدنا نتوقعها عند مرضى الكوفيد انه وقت بدنا نشيلهم اوف ذا ريسبيريتور ما تفكر رح نشيلهم ويكون المريض عم يتنفس على مهله. يمكن المريض يكون بعده عم يتنفس بسرعه ويكون عم يستعمل الابدومينال ماسلز اوف بريزنج. بالخلاصه ذا بوتوم لاين extubation is a catch يعني بدنا نكمشها and we should steal it from corona بدنا نسرقها سرقة. هالشي بكفي لليوم، رجعوا اسمعوها ونحكي بعدين اكثر.